السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى ان شاء الله يا ربي تكونوا بخير وعلى خير وما يخصكم خير يا ربي. ولا غدا العيد غنقول لكم عيدكم مبروك، ولا مازال عواشكم مبروكه. المهم اليوم غادي يجي لكم نصايب معكم واحد بعض الحلويات. غادي نبدا اول حاجه، غادي نبدا بالبكلافه. صوبت لها سميتو ديالها، العسل ديالها راني كنصايبو هنايا. المهم خليكم معايا، ها هو ها العسل. درت جوج كيسان ديال السكر وكاس ديال الماء، وها هو حامضه، نص حامضه مقسومه على جوج. صافي غادي نخليه يدير على خاطرو، هذا هو الشربات اللي غادي نعمل بها البقلافه. وكاين هنايا هاد الورقه ديال سميتو ديال ورقه البسطيله، ورقه الكنافه، الورقه ديال هذا المهم في في لي دايخ. غنعمل فيها سميتو هذه هي بيستاش، وغندير فيها هاد هاد سميتو هادو التقاوت ولا كي كيقولوا لها، شويه الزبيب، شويه ديال القرقاع، وشويه ديال هذا هي اللي مخلطه، وخلاص. وندير فيها شويه ديال الكوك. كما كتشوفوا غادي دابا غادي هذه هي الورقه ديالتي. هاد الزبده ذوبتها، مرباقه الاخرى كتذوب. غتبقى نجيب الشيته بحال هكا، وهاد سميتو المكسرات راني طحنتهم شي شويه، غير هرمشتهم ماشي قطعتهم. كنجيبهم كدا سميتو ب بكره الزبده، كندوز عليها على الورقه ديالي كامله. هاد الورقه هادي زوينه، راه فيهم جوج ديال الماركات بالنسبه للبنات اللي هنايا سميتو اللي في هولندا. راه كاينه واحد الماركه غير تحط عليها يدك تبقى تذوب لك في اليد، هذيك ماشي مزيانه، ما غاديش تسلكك لا البسطيله ولا سميتو، ما عرفتش اش كيبيعوا هذيك. بالنسبه تجيبوا هاد الماركه هادي، ها هي اللي وريت لكم، ها نتوما هادي. نورمال كان عندي واحد العود كندور بها هاد السميسه هادي. دابا غادي نعملها غير هاد القطيب ديال الشوا، ما عندي ما غادي ندير عيط، ما نقلب ما لقيتش حاجه حتى كنقلبوا عليها ما كنلقاوهاش. كنجيب هاد السميسه هكذا، ندير الاول بحال هكذا شويه، ها هي شويه صافي، وندورها. وهذا ما كنخليكم معايا كما كتشوفوا، ندورها بحال هكذا، ولكن ندير هاد السميسه ديال الشوا هكذا، ونبدا ندور ندور ندور، لان راني غطيتها سميتو سبع بس هاد الزبده مزيان دهنتها، ماشي مشكله نزيد ليها شويه هكذا 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 حتى كنكملها. ولا ما تجينيش داك كي العود اللي كندير ليها انا دائما بالعود، كتجي زويونه وكتجي مكمشه كما كتشوفوا هكذا، كتجي مكمشه. ممكن ماشي مشكله، غادي نحطها هنايا تبدا غادي نكمشها بغات ولا ما بغاتش. كما كتشوفوا دابا غنعاود معكم الطريقه مره اخرى عاوتاني. غادي تعمر بهذا سميتو هكذايا بهاد المكسرات من القنط للقنط هكذا. دابا نبدا ندور فيها، راني دخل داك القطيب ديال الشوا هو الاول باش عطيني داك الدويره اللي انا باغيه بالضبط، داك التكميشه اللي انا بالضبط باغيه. وكندهن سميتو بالزيت هو الاول مزيان، ها فيها جوج كما كتشوفوا. دابا يبقى دور دور دور، بغيت باش نصور معكم مزيان كيفاش كتجي. ها نتوما هاد سميتو كيجي هنايا، الطويه ديالها شتو كي كتبان، ها هي الطويه ديالها كي كتبان صافي. دابا كدير بحال كتكمشها شويه، ها كمشيها شويه صافي، غتحيد داك، خلي صاحبتي هي اللي كتدور فيها صافي. غتهزها دابا تحطها داك سميتو، راه هو تحطها ثاني في الصينيه، ها هي. وهذا ما كان، ها هي سميتها البكلافه كملتها. دابا غادي نقطع عليها الجناب ديالها باش غتجي مقاده. غنقطع غير الجناب اللي هما اللي فيهم العيبين، الجناب غالبا كيكونوا ما مقادينش، باش نقادين ضروري حتى نقطعها عاد نخلها للفران. كنت ندخل على الفران على درجه الحراره ديال 175 المده ديال 21 دقيقه صافي. ديك الساعه نحيدها وندير لها العسل ديالها، لان العسل صافي راه حيدته قبيله بارد. دائما كنقول لكم الا كان العسل بارد خصها الكنافه تكون، ولا هذه البكلافه خصها تكون سخونه، ولا كان العكس ثاني الا هذه بارده خص العسل يكون سخون. المهم ما يكونش سخون بجوج بهم وصافي.
اللي كانت صفوفه هي المروضه كان. ودابا نقطع على قد القياس هكذايا نقطع في الوسط، نتوما تقطعوا على حسب السميتو اللي بغيتو. هذيك الساعه ندخلوها في الفران صافي صفوفه. كما كتشوفوا راني كملتها قطعتها ودرتها، دابا درت ليها زدت عليها الزبده من فوق، الزبده اللي كنت درتها ليها زدت عليها الزبده اللي هي الزبده اللي ما فيهاش الماء اللي ما كتطلقش الماء. المهم تقريبا درت واحد 125 غرام ديال الزبده اللي زدت عليها. المهم هذا هو دابا غادي نديرها في الفران على درجه ديال 175 وغادي نخليوها شي 20 دقيقه. المهم غادا تحمر صافي غادي نحيدوها. غادي نجي لكم الحلوه ديال التمر على ما تطيب الحلوه اللي عملنا في سميتو. هنا كاينه 200 غرام ديال الزبده، ماشي زبده ماغارينا، المهم حتى اللي بغى يدير سميتو غادي يدير الزبده عاديه غادي يديرها، غير خص تكون زبده ما فيهاش الماء، الزبده اللي ما كتطلقش الماء. ومن بعد غادي نعمل واحد 125 غرام ديال السكر. ما هو دابا باش يتضرب معاها، ما كنبغيهاش حلوه بزاف. وهذا ما كان دابا غنسمها بسميتو بالحامض وصافي، داكشي باش غادي نسمها. بالنسبه للتمر كنجيب هذاك المعجن اصلا كيكون مصايبو هذا، ولكن شنو كنزيد عليه هنا، كنزيد عليه مكسرات، اي حاجه عندكم في الدار ممكن تزيدوا عليه باش كيعطي واحد النسمه زوينه، يعني ماشي غير النسمه ديال التمر. القرفه وداك الشيء راه كتزيدوا عليها، داك الشيء راه عادي معروفه، ولكن انا كنزيد عليه زدت عليه الجنجلان وزدت عليه المكسرات ودوزتها في داك الروبو في الماكينه ديال الطحانه باش خلطاتو ليا مزيان، باش هو اللي غادي نعمر به داك سميتو ديال التمر. ها هي سميتها الزبده مع السكر، هي تدرت مزيان ودرت فيها داك اللي كتعطي النكهه، النكهه ديال الفانيليا اللي درت ما درتش فيه الحامض. ودابا غنبداو نزيدو الطحين شويه بشويه. هي كاين كيلو لاعروب ديال الطحين، المهم قلش يوم كيلو لاعروب ايوا حتى تجمع لينا العجينه ديالنا كيف ما بغيناها، يعني ما كتجيش قاصحه وما كتجيش خفيفه. وهذا ما كاين ما درنا فيها حتى حاجه من غير الطحين الزبده والسكر وداك سميتو حتى الخميره ما درتهاش. وهذا ما كان. ورجعنا للبكلافه ديالنا، ها هي كملات. دابا غادي نكب عليها الشربات هانتوما، الشربات ولا العسل ولا هذا كان بارد وهذه دابا سخونه. صافي ديك الساعه نخليها حتى من بعد ونعمرها في الطباسل، ديك الساعه نوريكم الشكل النهائي ديالها. كنظن بركه من العسل. بالنسبه للعجينه ديال التمر ها هي راه كما كتشوفوا خصها تكون بحال هكذايا، ما تجيش قاصحه قاصحه بزاف وما تجيش هكا عارفين. وخلاص دابا غادي نخليها شويه ودابا غادي نبدا نزوق نصاوب التمر. ها نتوما عاودي وحده اخرى باش انا كنكركب ليها هكذايا وصاحبتي هي توريكم كيفاش بالضبط، يعني بلا ما تبقاو تعذبوا كور ما تكور ديه. وهذا التمر ما شاء الله من السمش كدير الطريقه ها هي. صافي وكتحطو ها نتوما ها صافي هاكي كتجي كتعطي هاد الشكل هذا كتجي زويونه. ودابا نحطوها في بلاصتها. ها نتوما البنات كي كتشوفوا الحلوه ديال التمر، ها هي الزواقه كيف جات كي كتشوفوها هي. ودابا غادي نعملها في الفران على درجه الحراره ديال 175 مده ديال 30 دقيقه. ها نتوما ها الحلوه كيف جات ديال التمر، المهم حلوه الزربه وخلاص، ولكن انا كنت صحاب لي هاد البولاد البالونات هادو ولا هاد الحليوات هادو غادي يذوبوا، وقالت لي صاحبتي ما غاديش يذوبوا، انا قلت ربما انا غنجرب على الله، ولكن راه مزيان. المهم ها هما سالات الحلوه، هادو هما خداو لي شويه ديال الطياب حمرتهم شويه. هادو ما غاديش نغطيهم بالسكر، يعني واخا محمرين زوينين، اما هادو غادي نغطيهم بالسكر كلاصي باش غادي يبان زويون. كما كتشوفوا ها هي البكلافه ديالي كملتها، زوقتها وعدلتها. نتمنى ان شاء الله الشكل ديالي يعجبكم، راه جات روعه والله العظيم جات غزاله بزاف. وحتى ملي فطرنا بها مع الفطور مع المغرب، يعني صاحبتي عجباتها قالت لي والله الا احسن من ديال الحوانت 100 المره، قالت لي غزاله. وحتى الهولنديه اللي كانت عندنا في الدار كل يوم جات تصرف معايا واحد الهولنديه عجبات لها قالت لي ماشي بحال اللي كتباع في الحوانت.
كلة ديال الحوانت راه كتكون جايبه سيمانه تما ولا اكثر، يعني هذه حاجه جديده كتصاوبها ديال الدار على يدك، ماشي بحال الحاجه ديال الحوانت. الحاجه ديال الحوانت غير شريتيها جديده كانت يلاه متصايبه تما، الا خديتيها قديمه راه ما كتبقاش هي هذيك. المهم نتمنى ان شاء الله الفيديو يعجبكم، شكرا لكم بزاف وعواشكم مبروكه.